إذا ينضم إلي الآن من دبي رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة أكويتي. رائد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا على البرنامج. هناك توصية مثل ما سمعنا قبل شوي من مورغان ستانلي بخفض الانكشاف بالوقت الحاضر. هناك بعض الكلام في فريق بالسوق بيقول أنه الاس ام بي وصل 4000 وما بعد، وفي فريق بالسوق أيضا بيقول أنه يمكن وصلنا لمستويات مرتفعة بسرعة مؤخرا، وبالتالي الآن الأوان ليجني بعض الأرباح. طبعا يعني نحن خلينا نكون واقعيين، بالنسبة لأداء المحافظة الاستثمارية خلال العام الماضي لم يكن جيدا على الإطلاق. يعني معظم البنوك كانت يعني أو البنوك الاستثمارية كانت قد أشارت إلى أنه كان عام صعب استثنائي، والآن مقبلين على عام أيضا التكهنات كانت في نهاية تعاملات العام الماضي تشير إلى أنه العام 2023 سوف يكون فيه كساد بشكل كبير. عملية جني الأرباح بالنسبة للمؤشرات بالنسبة لأسواق الأسهم إجمالا واردة وبشكل كبير، لأنه السايكل الاقتصادية أو السايكل النقدية إن صح التعبير بدأنا نقترب إلى قمتها بأعلى أسعار الفوائد، وبالتالي نحن نتطلع إلى الفترة القادمة وأنه يكون عندنا انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، وبالتالي سوف يكون هناك يعني أو استقرار عفوا المرحلة التي هي استقرار عند أسعار فائدة مرتفعة نسبيا سوف يؤثر بلا شك على عملية ارتفاع الأسهم بشكل أكبر، وفي نفس الوقت اللي هو نتيجة هذه التشديد السريع في أسعار الفائدة ونتيجة تشديد السياسة النقدية حول العالم ذلك أضعف النمو بشكل كبير جدا. رأينا الاقتصادات العظمى كيف عم تتراجع بالأداء، وبالتالي أضعف أيضا من إمكانيات الشركات والقطاعات التي يمكن الاستثمار بها، وبالتالي يعني ضغط أكثر على المحافظ الاستثمارية. فأضم صوتي للأصوات التي تقول بأنه هي عملية جني أرباح في الفترة الحالية، لأنه الفترة القادمة صبة ممكن تكون فيها الضغط أكبر وانكشاف أكبر بنتيجة أنه أنا عندي التضخم لا يزال مرتفع، أسعار الفائدة والسياسة النقدية بشكل عام هي مرتفعة، وبالتالي ذلك يهدد النمو الاقتصادي ويهدد إمكانية نمو أكبر في أداء أعمال الشركات. ولو أنه عم نسمع آراء بتحوي بتحمل كثير تفاؤل بالوقت الحاضر بأنه مستويات التضخم ممكن أن تكون وصلت لذروتها، وفي بيانات اقتصادية بتشير لبداية التراجع عليها، في إشارات بأنه ممكن الفيدرالي الأمريكي يتوجه لعملية استمرار بعملية رفع الفوائد لكن بوتيرة أبطأ أو أخف. عم نحكي هلأ صرنا بال 25 نقطة أساس بدل ال 50 وال 75 كنا عم نحكي فيها، فهل يا ترى أنت بتشوف هذا الحذر ينطبق على السوق بشكل عام، أو هل ترى أنه يجب الحذر في قطاعات معينة؟ يعني نحن إذا نتحدث أنه في عملية 25 نقطة أساس مرتين أو ثلاث مرات ممكن يقوم بهذا الأمر الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم سوف يظهر أمامنا أنه التضخم من الصعب جدا أن ينخفض بشكل كبير، وبنفس الوقت أسعار الفائدة وصلت إلى قمة لا يمكن تجاهلها، لأنه راح تبدأ تأثر سلبا على النمو الاقتصادي، لأنه رفع سعر الفائدة بهذا الشكل وتقليل السيولة للقطاع الشركات والأفراد حتى سوف يقلل من الاستهلاك، سوف يقلل من النمو بشكل مباشر، وبالتالي ذلك يضطر انه ابقاء اسعار الفائده عند هذه المستويات. بالتالي هذا التفاؤل اللي نحن عم نشوفه ان البيانات حتى الان تظهر انها احسن من التوقعات بعض الشيء، ولكن لا تعني ابدا انه هي اداء ايجابي. يعني اذا ناخذ على سبيل المثال الاقتصاد الصيني نما ب 3% او 2.9% وهو اقل مستوى في 50 عام، ما بتحدث على انه هو تفاقد توقعات بالنمو الاقتصادي، ولكن ذلك يعني بإشارة غير مباشرة أنه عندي أنا ثاني أكبر اقتصاد العالم يعاني بشكل كبير جدا، وهو أسوأ عام له بالنمو منذ 50 عام. هذا هو ما عفوا هو مش أسوأ نمو، وإنما هو أبطأ وتيرة بالنمو، هو صار أبطأ وتيرة بالنظر لأنه الاقتصاد صار له مغلق 3 سنين بالنظر لحالة يعني الأوضاع اللي مرت فيها الصين، لابد بأنه تسجيل نمو بحد ذاته يعني يحسب. لكن بفهم معك أيضا بأنه التوقعات هو نمو ولكن هو الأقل أكبر بكثير. كانت أكبر بكثير من هيك. بشكل سريع أعطيني جغرافيا شو بتفضل، وقطاعيا شو بتفضل؟
أعتقد أنه في بشكل مباشر الاقتصاد الأمريكي لا يزال يؤدي الأداء الأفضل بين الاقتصادات العظمى، شهدنا هذا الأمر بشكل واضح. أعتقد أنه في الفترة الحالية منطقة المملكة المتحدة وبالتحديد السوق بريطانيا تؤدي أداء أفضل من المتوقع من خلال البيانات الاقتصادية اللي صدرت مؤخرا، تؤكد أنه في عندي نمو بالناتج المحلي الإجمالي أفضل من التوقعات، عندي إضافة بالوظائف أفضل من التوقعات، وذلك ساعد بشكل كبير الفوتسي 100 بالأداء بشكل أفضل. بالنسبة الأسواق الأمريكية ذكرنا أنه أدائها أفضل، ممكن يكون في عندنا قطاعات بالفترة القادمة مستفيدة بشكل أكبر في بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بعيدا عن أو قطاعات التجزئة إجمالا هي التي كانت أدائها الأفضل في الآونة الأخيرة، ممكن أن يستمر هذا الأمر، ولكن نبتعد بعض الشيء عن قطاعات البنوك لأنه مثل ما شفنا البيانات حتى الآن من البنوك ليست كإعلانات أرباح، ليست بالمستوى المطلوب أو بيانات مختلطة إن صح التعبير. رائد الخضر، شكرا جزيلا لحضورك معنا.